المهم البنات، هذا احسن عصير عزيز عليا، ده هو العصير انا عزيز عليا هذا الصراحه. خيزو محكوك، خيزو محكوك البنات، والليمون معصر، ليمون معصر ماشي ديال القرعه، معصر عرفتو كيجي واعر، يمكن ندير فيه واحد شويه السكر شهوه منه. والله البنات هما زفية. لا الله اقول قول اش درتي في طبلة ما عارفينك. اهلا الغزالات، كديرين؟ لاباس عليكم، كديرين مع الصحة؟ هانين ناشطين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير وتكونوا بصحيحتكم يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد معاكم، فيديو نهار اليوم ان شاء الله غدوزوا معايا انا وراجلي، غنوجد معاه واحد الفطير اللي اش نقول لكم، انا دائما كنوجد فطير متيول ولكن اليوم غيكون زيت شوية حيت معايا راجلي. المهم هنا ان شاء الله غيشارك معاكم هو سبارت شي واحد. المهم انا البنات ما كنعرفهمش اشنو سميتهم بالعربيه، اللي عارفاها تخليها ليا لتحت، رانا ما عرفتش اشنو سميتهم صراحه، ما عمرني شفتهم في المغرب الصراحه. هو قال لي راه كاينين في المغرب، اللي عارفه السميات خليها ليا. وان شاء الله غنشارك معكم البنات ميني بيتزا. الاخوات اللي طلبوني قالوا لي زهره شاركي معنا ميني بيتزا اللي كتوجد بسرعه، ان شاء الله غنشاركها معكم، كيجي العجين ديالها خفيف وزوين البنات، رطب رطب كتجي رائعه، اللي بسرعه توجديها تنوضي مع الخمسه عجنيها تكون واجده ان شاء الله للفطور. وغنشارك معكم حتى سباغيتي بالقيمرون. هنا البنات راه دسك نصوف القيمرون، وراجلي كيعصر في الليمون، ان شاء الله باغا ندير العصير ديال خيزو بالليمون، وباغا ان شاء الله عصير اخر حتى هو باغا نديرو بالليمون حتى هو، غنشاركو معاكم. المهم اللي غنديرها في هذا الفيديو غنشاركها معاكم ان شاء الله. كتشوفوا هنا عندي البنات درت القياس ديال الفورص والقياس ديال القمح، تقريبا درت زلافه ونص زلافه ونص، المهم نفس القياس ديال الدقيق، نتوما دائما على حساب داكشي اللي باغين. المهم درت انا هنا حساب قياسي، كيف ما كتشوفوا هنا عندي الاوريغانو، نتوما الاوريغانو هو الزعتر، نتوما ديروا الزعتر، المهم كل مره واش كندير انا كتعجبني فيها حتى الحبق العجين كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا مليحه شويه، عندي هنا ندير فيها مقيطه زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، والخميره غندير خميره حبوب، المهم هنايا كيف ما كتشوفوا غنشدها العجينه غندلكها مزيان البنات. ضروري ميني بيتزا، وخاصه الا كنتي باغا تحضريها بسرعه بسرعه باغاها توجد لك، ضروري ما تدلكيها. هنا البنات راني غنجمعها في هذا البانيو اللي كيف ما كتشوفوا، وغنشدها غندلكها مزيان مزيان صافي، وغندخل نخليها تخمر ليا شويه، ومنين نشوفها طلعات غنديرها في واحد البلاستيك وغندخلها للثلاجه، واخا ديروها غير نص ساعه البنات، نص ساعه في الثلاجه، ومنين غتبغيو تخدموها دوزو ديروا عليها الصلصه وديروا عليها الحشوه اللي باغين ديروا. كد لكم انكم ديروها في الثلاجه، ضروري ديروها في الثلاجه باش تجيكم البنات رطبه وزوينه صافي. كيف ما كتشوفوا هنا البنات راني كندلك فيها مزيان مزيان صافي، غنشدها غنغطيها ونخليها حتى تخمر، وندخلها ان شاء الله للثلاجه من بعد ان شاء الله. هنايا كيف ما كتشوفوا غندخلها للثلاجه، درتها في واحد البلاستيك غذائي، وان شاء الله ما نجبدها حتى يقرب الفطور، ونصوبها وندخلها باش نخرجها سخونه. نشارك معكم السباغيتي ان شاء الله باغا نديرها بالقيمرون، كيف ما كتشوفوا عندي القيمرون اللي شديته البنات حيت ليه الرويص وحيت ليه الرجيلات،
كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا واحد القريعه اللي شديتها قطعتها نصف كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، وعندي هنا واحد البصله صغيره، وعندي هنايا البنات صلصه ديال القرعه كيف ما كتشوفوا. المهم اللي ما عندها صلصه ديال القرعه تشد مطيشه تطحنها. هنا عندي هاد البصيله، المهم هاد النوع ديال البصل ما كندير فيه لا عطريه لا والو البنات كيف ما كتشوفوا. غندير بلا ما نشحر لا بصله لا والو، كتجي فنه. هذه كانت كديرها واحد الايطاليه كنت خدامه عندها صراحه، كتجي ما نقولش لكم ما تقنعيش منها. وغنضيف القرعه وغنضيف الحبق كيف ما كتشوفوا، وغنضيف زيت الزيتون صافي. غنحط هذه الطيبه البنات وتطيب لي هاد لاصوص، عاد غنزيد عليه هاد القيمرون حيت القيمرون بسرعه كيطيب. والبنات الاحسن ما تحيدوش ليه الراس، تحيدوا ليه الراس وتنقيو على حسب، حيت كيطلق البنه ديال القيمرون كلها كتمشي في هاد الراس كلها كتمشي، ما كتبقاش ليك البنه مجهده ديال القيمرون. هادشي اللي كيخواتاتي البنات. من بعد ما طابت ليا هانتوما صلصه جبت لها هاد القيمرون هما صافي. غنخلي واحد تقريبا واحد 10 دقائق بالبوطه مهيله صافي، وتكون عندي لاصوص وجدات. هاديا غنسلق غير سباغيتي البنات، كتجي واعره بلا عطريه كتجي فنه. بغيت نشارك معكم هذا العصير اللي عصرت الليمون، ليمون معصر والتفاح والبنان، كيجي زوين هاد العصير البنات. انا صراحه كنديرو مره بالحليب مره بالليمون، حتى الليمون كيجي خفيف وزوين. درت فيه غير شويه السكر من الاحسن البنات تقسم السكر، هادشي اللي كاين اخواتي وانتم معايا البنات. قديت هادي ديال الديسير، ايوا تشوفوني تصحبوني ماشي محترفه محترفه. هانتوما قطعت نصف ديال الاناناس، غير النصف البنات، النصف خليته حتى الغدا كيف ما كتشوفوا. درت تفاح قطعته هكذا اللي هو كيف ما كتشوفوا، كان هذا هو التزيين. درت بعد الروينه صافي، غنبدا نوجد دابا في الطبيله. المهم هنا البنات راه جدي جاب هاد ما عرفتش سميتو، انا ما عرفتش شنو سميتو، لا بطاليانية لا بعربية الصراحة. ما عمرني استعملته وما عمرني طيبته. اسبارجي كيقولوا. المهم راجلي قال لك انا كنعرف ليه، راه باغي يطيبو، غنشوف واش هي ولا غيدير لنا به ان شاء الله نشاركها معكم. اوكي صافي. المهم البنات رجعت معكم. المهم هانتوما راه البيت كنوجد، هانتوما راجلي كيدير لي في البيض. غندوز دابا نكمل معكم بيتزا. الله تكون طيشت فيها رمضان، الله يلا طيشت فيها رمضان داكشي ربان. هادشي علاش ناض راجلي يعاوني شوية ياك، عيد الشغل اليوم خاصني ما نعاونكش في التروم. ها التروم قيم معاهم ندوز نكمل. المهم راني غسلتهم خاصني ندوز نمسحهم ونقدم بلاصتهم. وانتم معايا المهم البنات هذا احسن عصير عزيز عليا، هذا هو العصير انا عزيز عليا هذا الصراحه. خيزو محكوك، خيزو محكوك البنات، والليمون معصر، ليمون معصر ماشي ديال القرعه معصر، عرفتو كيجي واعر. ممكن ندير فيه واحد شويه السكر شهوه منه والله البنات. ثم زفية لا الله اقول قول اش درتي في طبلة ما عارفانك. انتم البنات ملي جبت البيتزا هانتوما راه باردة،
ندوز دابا نديرها كويرات صغار ورجع معاكم حيت غندير ميني بيتزا. مثلا جبت دابا العجينه كيف ما كتشوفوا، طيبت لاصوص ديال البيتزا هانتوما. هنا شحرت فليفله وصيله، والبيتزا كيف ما كتشوفوا جبتها من 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 الثلاجه، واللي شاط ليا غنخليه غدا، ما ديال غدا غتجي احسن. اللي شاط ليا من العجين ما نضيعوش، غنديرو ثاني في واحد السوبيره وندخلو للثلاجه، نسد عليها مزيان وندخلها للثلاجه. المهم ندير الكويرات ونرجع معاكم ان شاء الله. البنات ها انتما كيف ما كتشوفوا، المهم درتهم متوسطين، هادو ما درتش فيهم الحرور حيت حار الحرور اللي كنت شاركت معاكم. صافي جوجات خليتهم صابرين، وجنات خليتهم لهم خاويين. صافي بقى لي ندير غير زويتينه الفوق وندخلهم للفران. راه بسرعه كيطيبو، ما كياخذوا لا وقت كثير لا والو، بسرعه كيوجدوا. انتما البنات راه كيسلق فيه، انا كثير سلقت فيه بزاف، لا سلقت فيه بزاف زكريا، والله الا سقسيت بزاف. الخيلوطه الله تجيب بنينه بحال الخيلوطه، كره الصحيه دايره مزيانه الكلاب ومزيانه الكلاب. هانتوما البنات دار عليها البيض، المهم كيف ما كتشوفوا غنغطيها وغنغطيها. كيفاش جات؟ واه قال لك العود لحقرتي يا عمي، قالت لي جات بنينه بنينه. هانتوما خليت من بغينا ديك الساعه نزيد. هانتوما البنات كيفاش جات، المهم تندوق نقول لكم كيف جات. هانتوما البنات البيتزا كيفاش كتجي، كتجي فنه فنه. هانتوما العجين ديالها كيفاش كيجي رطب. هانتوما هانتوما البنات كيفاش كتجي هاد الباستا بالقمرون، بلا عطريه بلا والو، كتجي شهوه منها. بغيتو تزيدو عليها شويه الربيع خضر البنات، قطعوه وتلفوه عليها، صراحه ريحتها عاطيه بريحه القمرون. فنا فنا البنات هانتوما. صافي كانت هادي الطبيله البنات، واخا ليا نكب الحريره، راه باقي ما حل الفطور لا والو، نكب الحريره ان شاء الله ونرجع معاكم. الطبيلة وجهت انا وراجلي، كي جاتكم طبيله انا وراجلي. المهم خليو لنا في التعاليق قول يا راجلك من انا بلا راجلي. البنات الطبيله كتكون دائما متيوله وعلى قد الحال، وفي نفس الوقت زوينه وراكم عارفين. اليوم دخل معايا الكوزينه قاديناها اكثر. المهم كيف ما كتشوفوا الشهيوات ديالو، غندوقها وعاد نشوف. صافي كانت هذه هي الطبيله البنات كيف ما كتشوفوا، ديسير قديتهم درت ليها لاد هيدا. صراحه طبيله كتجيبلك الجوع، انا نصور وراجلي يضمن ليا في الكوزينه. المهم دخلي لكم رجالتكم نتوما البنات. صافي نتوما كيفاش جات طويله. هنايا غنحبس معكم فيديو، غنقول لكم السلام عليكم، وصلوا في يوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله قبل ليكم.